1 تي 2 ار فيها ايرور اكثر من 2 تي 2 ار. 2 تي 2 ار. اوكي خلينا نحسبها انا وياك مع بعض. الترانسميتر والريسيفر 2 تي 2 ار ولا 1 تي 1 ار ولا 1 تي 2 ار؟ فانا في عندي 2 تي 2 ار، فانا في عندي 2 ترانسميتر و2 ريسيفر. طيب هسا ال 2 تي 2 ار كريسيفر عن ال 1 تي 2 ار، تمام كريسيفر تمام هو نفس الريسيفر، انا في عندي 2 ريسيفر تمام تمام حلو. بس وركز في كلمه بس، بس ال 2 تي 2 ار تمام لما اجي انا استخدمها مع انتنة مع ترانسميتر، مع انتنة ترانسميتر 2 تي 2 ار تمام، حجم البتس او حجم البيانات اللي حنقلها افضل بكثير من ال 1 تي 2 ار. طب كيف ابراهيم ركز معي تمام 1 تي 2 ار، فلو فرضنا انه انا في عندي على سبيل المثال 2 ميجا بتس، 2 ميجا بتس يعني 2 مليون بت. اوكي تمام. فعليا لما نرسلهم على 1 تي 2 ار، ولو فرضنا انه هاي الثروبوت دنسيتي اللي بقدر ابعتها اللي هي عباره عن 1 ميجا بت بير سكند. اوكي فانا لما ابعت اول 1 ميجا بت بير سكند بعتها بزاويتين هيستقبلهم ال 1 تي 2 ار. يا جماعة عمل ميوت بس فاطمة هي تعمل أنا ميوت. طيب الآن فعليا ال 1 ميجابت بير سكند أنا بعتهم بزاويتين مختلفات، وصلت الزاوية هنا ال 1 ميجابت بير سكند وصار في عليها كوركشن، فصارت ال 1 ميجابت بير سكند هون وصلت وصار عليها كوركشن كمان من الزاوية الثانية، فصارت مثلا على سبيل المثال البت ايرور ريت على كل 1 ميجابت بير سكند اللي هو 1 بت، البت ايرور ريت 1 بت اللي هو 10 أس ناقص 6 تمام، يعني كل مليون إشارة بيصير في عندي 1 ايرور تمام. هاي بالثانية الأولى، بالسكند بالثانية الثانية أرسلت ال 1 ميجا بت بير سكند الثانية، فأنا أخذت ثانيتين عشان أرسل 2 ميجا بت بير سكند، وكان البت ايرور ريت 2 ضرب 10 أس ناقص 6 صح؟ صح يا فاطمة، وأخذت 2 صحيح مهندس. طيب نيجي الآن نركز في 2 تي 2 ركزوا معي. طيب أنا عندي هون 2 ميجا بتس، معلش فاطمة شكل النويز هجي من عندي بس بعد إذنك أعمل ميوت. طيب 2 ميجا بت وأنا بدي أبعتهم بال 2 تي 2 ار، فأنا حبعت هون 1 ميجا بت بير سكند وحبعت على الفيرتيكال وعلى الهوريزونتال حبعت 1 ميجا بت بت بير سكند تمام، فانا ارسلت في الهواء كم ميجا بت بير سكند؟ 2 ميجا بت بير سكند، هون كانت عباره عن 1 ميجا بت بير سكند، هون 2 ميجا بت بير سكند، فانا استقبلتهم وعلى سبيل المثال لو فرضنا انه هي 10 وصلتني 2 بت ايرور تمام، او خلينا نقول بلاش 2 4 عشان توصل لفاطمه 4 بت ايرور، بما انه ال1 ترانسميتر استقبل وال1 ريسيفر استقبل، فانا عندي في ال1 تمام 1 بت ايرور، هون حسنتها صار عندي 4 بت ايرور، 4 بت ايرور تمام في 2 ميجا بت بير سكند. طيب عشان تكون معادله متكافئه فاخذ السكند الثانيه وارسل كمان 2 ميجا بت بير سكند صح، لانه هون اخذت الثانيه عشان انقل الاثنين، فهون لازم اخذ الثانيه وانقل كمان اثنين، صار في عندي 4 ميجا بت بير سكند بمحصله 8 بت ايرور. اوكي طيب تعالوا خلينا نحسبها معادله حسابيه بسيطه، انا في عندي 8 على 4 ضرب 10 اس 6 وعندي هون 2 على 10 أس ناقص 6 10 أس 6
سوري هون عندي 2 ميجا ضرب 1 ضرب 10 اس 6 كم لا بالعكس الايرور الايرور فوق والسبيد تحت. الايرور هون عندي 2 بت ضرب 10 اس ناقص 6 وهون عندي 2 ميجا بت بير سكند. طيب محصله الناتج هاي محصله الناتج هاي تمام عباره عن كم كم الايرور هون 1 10 اس ناقص 6 صح لان انا نقلت 2 ميجا واجتني 2 ايرور فانا في عندي 2 هون كم عندي كم 2 هون عندي البت ايرور اعلى من هون صح ولا لا بالضبط يعني بس عندي كفاءه داتا احسن يعني بعد اكثر. انت الحين فعليا لما تيجي تنقلي كمان 2 ميجا بت بير سكند ركزي معي عشان لما تنقلي كمان 2 ميجا بت بير سكند شو حيصير هون عندي لما تيجي تنقلي عدد نفس عدد البتس هون 4 ميجا بت بير سكند تمام بالضبط تنقلي هون 4 شو بده يصير في عندي كم الايرور بيزيد 2 يعني بيزيد 2 حيصير كم 4 و4 صح بيصير 3 2 و4 بيصير عندي 2 و2 بيصير 4 صح الأربعة هاي مقارنة بالاثنين مين البت ايرور ريت أحسن؟ أربعة مقارنة بالاثنين اللي عنده الاثنين الاثنين بالضبط التوتيتو فاهمة؟ وصلت؟ وصلت وزيادة وصلت ليش التوتيتو آر أفضل في البت ايرور ريت من 1T1T2R آر بالضبط مهندس لكن كفاءة معلومات في المرة الواحدة ال 1T2R لكن كفاءة في حجم البيانات ال 2T2R بالضبط يعني السيجنال تو نويز ريشيو في المايمو في ال 2T2R احسن من ايوه احسن من ال 1T2R بالضبط عشان هي الاوبريتور تو انتنا ترانسميتر بروح على مايمو في ال 4G ما بيروحوا على 1T2R ال 1T2R وين بستخدمها بستخدمها في ال 3G لان انا ما في عندي هاي ثروبوت فبستخدم دايفرسيتي فاهمه بالضبط هيك على سوق الاتصالات هتلاقيه بالفورجي بيستخدم 2T2R والفريجي بيستخدم 1T2R لانه في الفريجي انا ما في عندي حجم بيانات كبير انقله فاقل البت ايرور ريت فبستخدم 1T2R بستخدم دايفرسيتي انما في الفورجي بيستخدم المايمو 2T2R لان الفورجي كلها معتمده على الداتا وعلى الحاجات صح يس اكزاكت